مرحبا. السيزر سالاد كتير في ناس بيحبوها بس بخافوا من سعراتها، خاصة الصوص وفيها خبز. كيف بنقدر نحضرها بطريقة صحية؟ اليوم رح أعمل لكم سيزر سالاد صحي، بتقدروا تاكلوها بالدايت بدون ما تحسوا بالذنب. ودائما بحكي إنه الرجيم نظام حياة فما فيه حرمان، فيلا نعمل سيزر سالاد بطريقة صحية وأقل كتير بالسعرات الحرارية. هاي السلطة رح نستخدم chicken tenders، رح يعطي هيك نكهة كتير طيبة. جبتهم مقطعين جاهزين. عنا خس، بتقدروا تختاروا الخس اللي بدكم اياه. وعنا الكروتونز. كروتونز انا عاملة كروتونز بالبيت، عبارة عن توست اسمر، حطيت عليه نتفة زيت زيتون، شوية اوريجانو وهيك، وحطيتها بالقلاية الهوائية او بتقدروا تحطوها بالفرن، تقطعوهم زي هيك، شوية زيت زيتون وتحطوهم. تمام. هلا بالنسبة للدجاج رح اتبله بشوية ملح وفلفل وقرفة وبهار جاج وأوريغانو، كتير طيب. بالنسبة للصلصة عشان نخفف السعرات الحرارية رح نستخدم لبن ولبنه، 3 معالق كبار لبن ومعلقتين كبار لبنه، معلقة من المايونيز ومعلقة من الماسترد، ممكن ديجون ماسترد أو ماسترد عادي الخردل. ورح استخدم جبنة البارميزان، رح تعطيها نكهة كتير طيبة. وبهار توم، عنا هذا بهار بصل وبهار توم. تمام. هلا عندنا الليمون، ما ننسى انه رح ننقع فيه الدجاج، ورح استخدم شوي من زيت الزيتون لما اشوي الدجاج. خلينا نبدا باول خطوه ان ننقع الدجاج. رح نبدا بنقع الدجاج. عصير الليمون، شويه زيت الزيتون، عندنا بهار دجاج، شوي من القرفة، أوريغانو، شوية فلفل أسود، والملح راح أحطه قبل التقديم، يعني قبل ما نشوي الدجاج. خليني هلا أحركهم مع بعض وأخليهم يتبلوا عشان نشويهم. دائما الدجاج تقدروا تقللوا من السعرات الحرارية فيه عن طريق انه انتوا تشيلوا الجلد، لانه الجلد فيه سعرات كتير وفيه كوليسترول، فعشان هيك دائما حاولوا استخدموا صدور الدجاج. تقدروا تستخدموا افخاد الدجاج بس افضل دائما انه نشيل الجلد، حتى لو طبخناه بالجلد مرات الجلد اكيد بالطبخ راح يدوب الدهون ويتغلغل بالدجاج، فعشان هيك بفضل انه بدون الجلد. هلا نعمل الصلصة. 3 معالق لبن، معلقتين كبار من اللبنة، مايونيز لايت، خردل، بهار البصل، بهار الثوم، رشة صغيرة من الملح، شوي من الفلفل الأسود. نحركهم مع بعض. راح أضيف بارميزان، معلقة كبيرة. وهيك صارت الصوص جاهزة. بالنسبة للصوصز دائما بكون فيهم سعرات كتير، خاصة إذا كان فيهم فات كتير، بهاي الطريقة إحنا بنقلل من الدسم الموجود بالصوصز. شوي من زيت الزيتون عشان نشوي الدجاج. وهلا بدنا نشوي الدجاج. الدجاج كتير مفيد بالسلطات، خاصة لحميات تخفيف الوزن،
بس احنا بهاي الوصفه خففنا الدهون بشكل كثير كبير لانه الخبز مش مقلي ورح نحط كميه اقل، وكمان الصوص خففناها كثير. دجاج مصدر بروتين، زنك، بي 12، حديد، فبالتالي ومشبع جدا بوجبات الدايت. نبدا نقلبهم. لنجهز السلطة عنا الخس. هلا رح نفرد الخس بالطبق التقديم، ودائما الخضار اطولها قبل وقت قصير من تقديمها، او يعني السلطة تكون اخر اشي بتحضروه لما تعملوا الغداء، لما تعملوا عزومة، عشان نضلنا محافظين على القيمة الغذائية للخضار. هي فردنا الخس، وهلا رح نحط الخبز المحمص شوي صغيرة. بعد هيك رح نحط شرائح الدجاج المتبلة والمشوية. رح نزيد فوقهم شوي من الكروتونز. وهلا رح نحط الصوص الدايت اللي عملناها بطريقة صحية. وآخر إشي رشة من البارميزان. هيك صارت السيزر سلاد الصحية جاهزة على طريقتنا. طبعا في فرق كتير كبير بين السيزر سلاد اللي بنجيبها من الأسواق ولما نحضرها بطريقة صحية. الموجودة بالأسواق الحصة الواحدة بتوصل ل 480 سعرة حرارية، للأسف فيها 40 جرام من الدهون، كمية عالية من الدهون، وكمية أقل بالبروتين، بتوصل فقط 10 جرام بروتين و23 جرام من النشويات. أما السيزر سلاد على طريقتنا فهي فيها سعرات كتير أقل، فيها 250 سعرة حرارية، 9 جرام دهون، العادية فيها 40 جرام دهون، هاي فيها 9 جرام دهون، فيها 15 جرام كاربس، وفيها 28 جرام بروتين، لأنه احنا استخدمنا بروتين بالصوص فرفعنا كمية البروتين غير الموجودة بالدجاج. جربوا هاي الطريقة كتير طيبة. دايما بحكي انه الرجيم نظام حياة مش حرمان، اعملوا وصفات صحية وخففوا الدسم فيها واستمتعوا بأكلاتكم الطيبة والصحية. إذا حبيتوا هاي الوصفة وحابين توصلكم وصفاتي الصحية أول بأول، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب بالقناة وتفعلوا الجرس. بس أنزل أي وصفة بيعطيكم تنبيه وتقدروا تحضروا الوصفات وتستفيدوا منها، وأنا أكيد بشوفكم بفيديو جديد.